الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد من جهه مراكش اسفي يخوضون وقفه احتجاجيه امام مقر الاكاديميه هنا بمراكش، احتجاجا على مجموعه من التعسفات التي تقوم بها هذه الاكاديميه ضدا على الاساتذه والاستاذات. يبقى من بينها اقتطاعات سرقات من اجور فقط 1000 درهم على مستوى كل شهر، اضافه الى مجموعه من التعسفات يبقى من ابرزها اليوم وهو توقيف اجره احد الاساتذه من مديريه الحوز وهو الاستاذ حمزه عن مديريه الحوز الذي تم توقيف اجرته دون سابق اشعار. كذلك تاتي هذه الوقفه احتجاجيه تنزيلا للبرنامج لدى المستقر من طرف المجلس الوطني على اثر تمديد الاضراب الوطني على ما تعرض له الاساتذه في العاصمه الرباط من قمع همجي خلف مجموعه من الاصابات ابرزها الاصابه البليغه التي تلقاها الاستاذ عبد الاله المنيعي والذي تمثل في كسر على مستوى الورك مما استدعى اجراء عمليه جراحيه مستعجله. كذلك ياتي هذا الشكل النضالي مواصله لمعركتنا المتمثله في المطالبه بالادماج في اسلاك الوظيفه العموميه واسقاط التعاقد، بحيث انه اليوم وتنويرا للراي العام الوطني عامه والراي العام التعليمي خاصه، فملف الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد لا زال يراوح مكانه، بحيث ان مطلب الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد يتمثل في الادماج باسلاك الوظيفه العموميه ضمن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزاره التربيه الوطنيه، الا ان وزاره التربيه الوطنيه مؤخرا تحاول الهروب الى الامام من خلال العمل على الحديث على نظام اساسي جديد لم يكن مطلب الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد. ان المطلب الذي المطالب من اجله الاساتذه فرض عليهم التعاقد هو الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه داخل النظام الاساسي الخاص بموظفي وزاره التربيه الوطنيه والمعتمد حاليا منذ سنه 2003. هذا النظام الاساسي الذي عملت وزاره التربيه الوطنيه مؤخرا على حل مجموعه من الملفات من داخله، الا ان بالنسبه للملف الاساسي فرض عليهم التعاقد تسعى الى الهروب الى الامام خلال الترويج الى نظام اساسي اخر. اذا اليوم اذا كانت وزاره التربيه الوطنيه تريد فعلا حل مشكل الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد فالحل يتمثل في الادماج ضمن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزاره التربيه الوطنيه في اطار الوظيفه العموميه. شيء غير ذلك يعني ان وزاره التربيه الوطنيه لا تريد الحل وانما تريد فقط الهروب الى الامام، ولا دليل على ذلك هو تصريح الناطق الرسمي للحكومه الذي صرح مؤخرا على ان الحوار ليس الغايه منه هو حل المشاكل وانما العمل على التعتيم من اجل ربح المزيد من الوقت. وبالتالي اليوم نحن كاساتذه فرض علينا التعاقد نجدد التذكير بان مطلبنا هو الادماج باسلاك الوظيفه العموميه، وبالمناسبه نحمل وزاره التربيه الوطنيه مسؤوليه هدر الزمن المدرسي لابناء وبنات الشعب المغربي، بحيث اليوم نتاجا للاداء الصماء من طرف وزاره التربيه الوطنيه والحكومه زمن مدرسي كبير يهدر لابناء وبنات الشعب المغربي. ونحن اليوم كاساتذه فرض علينا التعاقد لا يمكننا الا ان نستنكر هذا الهدر الذي يقع لابناء وبنات الشعب المغربي في زمن المدرسي وتتحمل فيه وزاره التربيه الوطنيه كامل المسؤوليه.